السلام عليكم خوتي مشتركي قناتنا، تحية لكم، تحية لكم الناس اللي راهم يشوفوا فينا. رجعنا في فيديو جديد بعد غياب طويل باش نتكلموا على المنتخب الوطني والقائمة الموسعة تاع جمال بالماضي بمناسبة كأس الأمم الإفريقية المزمع إن إجراؤها في الكوت ديفوار ساحل العاج. الصحافة الجزائرية تكلمت كثير على هذه القائمة الموسعة، على الرغم من أنها مش القائمة الرسمية اللي راح تكون بالنسبة لكأس أمم إفريقيا، إلا أنه نشوفوا ردود أفعال كبيرة في الصحافة الوطنية. كنت نقلب هكا في مواقع التواصل الاجتماعي، خرج لي واحد التصريح وواحد ماشي جلسة شغل حصة على المنتخب الوطني، على هذه القائمة يتكلم فيها اللاعب السابق المنتخب الوطني ومدرب تاع اولمبي شلف سمير الزاوي. بغيت نعلق على هذا الكلام تاع سمير الزاوي، راح نسمعوا قبل الكلام تاع زاوي ثم نرجعوا والراي ثاني عندكم وتبعوا معنا. برسك باينه كي تشوف لي النيميرو تاع لي جوار راهم باينين، كل واحد النيميرو تاعو تاع صاحب ديالك من الان حتى برسك عندنا حتى كيما قبل بكري 23 كي تزيد هاو لي فرانس بول حي فوالا 24 راهي نايت نوري نبيل بن طالب وزيد لي دو جوار 27 زيد لي زاكي عطيني القائمه باسكو 27 دارت هكذا لا ماشي زهره هذه هي 27 هذه جو بونس هذه هي كي تشوف هذه هي 27 اسامه بن بوط وامين غويري غويري هذو هما جو بونس لي 27 يعني حسب اذا كان اون بليسيور في لي ماتش جايين ولا كش ما كاين لا قدر الله يرومبلاس عندنا هذو لي واحد اخرين انا شويه كيما شويه سمعوا في لا ليست الجي لي ما كانوش نو با كاين دي جوار في الشامبيون ناسيونال انا جو بونس كو ما معش والطاقم الفني قصه تاع بكري خاصه تاع بكري سي بور سا ما مش كاينين باغ اكزومبل نعطيك ان بزازا بزازا ملي تيري يقضي لا مار نورمال ماش قاعد يلعب في الشرف عندنا ولا نو عنده لو نيفو كي تشوفوا في لي سما واش يدير واش نو سي ان جوار راه طول طون بروغريسيون صافي ديال لا كونفوكاسيون كي تكون كيما هكذا سا موتيف لو جوار ونقول لك حاجه لو كان ثاق فيه وعيط له يقدر يكون بالمي وانت تشوف اللي الطاقم الفني تاع المنتخب الوطني ما نتحدثوش غير على بالماضي ما مشي تبعوا مليح البطوله البطوله الوطنيه مدير اكس انا جو بونس ما يشوفوا عبد الله نختموا معك هذا الجزء باختصار كما سمعتوا سمير زاوي اللاعب السابق مدرب يتحدث على القائمه الموسعه للمنتخب الوطني وصاي تقريبا اعطانا هو القائمه النهائيه تاع 27 اللي راح تشارك في كأس الأمم الإفريقية. تكلم حاجة وقال بأنه ممكن تكون لي بليسير، معليش نزيدوها له، واه صحيح ماهيش القائمة هذه النهائية كما راك تتكلم، ممكن تكون بليسير، ممكن قادر ثلاثة جوار أربعة خمسة ما يكونوش المنتخب الوطني، قادر الناخب الوطني مش عارف لاعبين من دول اللاعبين اللي ذكرهم ما يلعبش هذو الأسابيع اللي راهي جاية قبل كوب دافريك، ممكن ما يستدعيش، توقعوها عادي. مي هو راه يتزم ويقول لك باللي سي بون هذه هي القائمه راه يتبع في لي نيميرو شغل لي نيميرو تاع لي دوسار دونك قال لك هذه هي. اتكلم على هذه اللي كنت راح نتكلم عليها، اتكلم على اللاعب بن زازا اللاعب السابق لاولمبي شلف ولاعب اتحاد العاصمه، قال لك راه في بروغريسيون ولاعب اللي عنده مكانه في المنتخب الوطني في وسط الميدان. بن زازا هذا لاعب سابق في اولمبي شلف بين قوسين. علاش تكلم على بن زازا؟ علاه ما يتكلمش على الطاهر لاعب مولوديه؟ يتكلم على نعيجي اللي راهم بيرزين مع المولوديه واللي راهم في الترتيب، راهم هما الاولين في الترتيب، بعض اللاعبين من بارادو، بعض اللاعبين من السيربي، علاه ما يتكلمش عليهم؟ علاش يتكلم على بن زازا؟ انا نقول لك علاش يتكلم على بن زازا. بن زازا تكلم عليه من جانب عاطفي باسكو كيلعب في اولمبي شلف، هذه حاجة الاولى. الحاجه الزوجه تكلم باش يتكلم، ينقد من اجل النقد. دونك قائمه ماهيش ميم با رسميه، جيت تتكلم على قائمه تاع 50، قائمه موسعه ماهيش رسميه. صدير هذا جمال بالماضي مازال ما بديناش لاكوب دافريك، مازال ما اعلنش على القائمه، ديجا انت طعت عليه. يتكلم على الشامبيونة هذا راه باغي يرجعنا العقليه تاع بكري، عقليه تاع التسعينات، شغل نرجعوا ليكيب ناسيونال ترجع بالكوطه، اربعه من المولوديه واربعه من اليوسما وثلاثة ولا أربعة من بارادو ونزيدوا أربعة من السير بي وغير في الجزائر تما غير في العاصمة، هذه هي ليكيب ناسيونال كيما كنا بكري كان تزيري بيلال وجماعته صادير كنا لاكوب دافريك ما نكاليفولهاش. حوش يرجعوا لنا ديك العقلية، حنا دوك رانا تقدمنا بدات الناس كاع تتبع في الطريقة تاع الجزائر وين استغلينا
قانون البهاماس، وحنا اللي جبناه راه هو اللي جابو باسم الجزائر هذا القانون، استغلتوا كاع الانديه او الفرق تاع الافريك، ونشوفوا كيفاش نجحوا. السنغال، الماروك ان غرون اكزومبل، ثاني الماروك ما كانش كان عندها مشاكل كثيره في الكاليفيكاسيون ايضا مع لي زافريكا، مي دوكا راهم يجيبوا لاعبين خارجين من البطوله الهولنديه الاسبانيه والفرنسيه، ورانا نشوفوا راهم كلاسمون ديجا كلاسون فيفا، راهم توجور في التوب 20 طوب 20 دونك، من قبل ما كانش، حنا ثاني وصلنا في وقت فات 2019 وصلنا ثاني للطوب 20 دونك. هذا التخمام تاعو، هذا ينقد من اجل باش ينقد ويبين الكره تاعو الجمال بالماضي، وهذو يتنبؤوا الاسوء. على راه يتكلم دوكا، يتكلم دوكا بغدوه كي تكون ديفيكولتي ولا ما نكاليفوش ولا اليميناسيون ولا اش راح يدير، راح يحل هو ثاني يبدا. قلت لكم وقلت لكم ونعرف ونديك ونديك ونديك. دونك هذا الميساج تاع خونا الزاوي، وهذو باينين شغل. انا بغيت نتكلم على حاجه، كون لو كان هذا نطرح، كون راني مع هذا سمير الزاوي نطرح عليه السؤال، نقول لو كنت انت مكان جمال بالماضي في المرحله هذه وفي البريود هذه، احنا رانا صاي تقريبا رانا مقبلين على الكوب دافريك صاي، كش ما بقى دوكا دونك ميم با دو ماتش اميكو ولا وندخلوا لا كوب دافريك، اسكو تروح تجيب بنزازا؟ مستحيل، مستحيل جدا باش تجيب ان نوفو جوار، مستحيل 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 باش بايزون دوكا ريان شرقي راه الجزائر تحوس عليه، ميم دوكا كون يعطي باللي صاي راني مع المنتخب الوطني الموافقه تاعو، اذا جابوا بالماضي راه غلط، ما يقدرش يجيبوا دوكا، امبوسيبل باش يدخل ان نوفو جوار في جروب، مستحيلات السبع، خاصة في المرحلة اللي رانا فيها، مرحلة تاع رانا داخلين على كومبيتيسيون، ديجا هو عنده بلون أو بلون بي، باغ إكزومبل نهضرو على الميليو تيرا، دوك راه يهضر على بنزازا، بنزازا أحسن من قادري، بنزازا أحسن من زرقان، زرقان راه مع المنتخب الوطني شحال من شحال راه في عامين وثلاث سنين، ستادير راه قاعد بلون بي. نعطيك مثال، كان نشوفو بوداوي كان زرقان وقادري لما يلعبوا كان بوداوي ما كانش كاع، يكون في الرومبلاسون بصح ما يدخلوش جمال بالماضي. من بعد ما تألق بوداوي سواء في النادي تاعو وايضا مع المنتخب الوطني في التربص الاخير، شكون اللي ادى الفرصه؟ اداها يا اخي بوداوي، وقادري وزرقان خارج القائمه، دونك هو عنده دو غدوه يتبليسا بن طالب، ما راهش يعيط البنزازه ولا يعيط الاكس ولا ايكغيك، اوتوماتيكمون راه يعيط يا قادري يا زرقان، هي معروفه هذه، مدرب يخدم كيما هاك مدرب، دائما عنده شوا ان شوا شوا دو شوا تروا، باينين هادو. هو راه مولم بكاع باللاعبين تاع الجزائر سواء في البطوله ولا في الخارج، هذه الخدمه تاع المدرب تكون كيما هاك، سيرتو سيليكسيونير، سيليكسيونير يخدم كيما هاك، بالك مدرب تاع فريق ممكن عنده بوست واحد يوتيلر واحد رومبلاسون اوكي، بصح كيما المنتخب الوطني عنده خيارات، عنده الخيار الاول خيار ثاني خيار ثالث. دونك انت تجي تقول لي بنزازا احسن، بنزازا بيدخل بلاصه بن طالب، بن طالب انا نشوفه فيه مع النادي تاعو، ما عندك حتى تنقد، راه انت في النادي تاعو لاعب تيتولار توجور بريزون توجور، ومام مأثر في الجو تاع ليل ليكيب تاعو تاع لوسك، انا نشوفو فيه ورا نتفرجو كل سمانه. اوسي زروقي ديجا راه كاليفي في الشامبيونز ليغ، ثاني مع ليكيب تاعو راه تيتولار ويلعب، وشفنا واش راه يقدم على المنتخب الوطني، وعنده ليكسبيريونس ولعب في لافريك من قبل، ولعب ديجا في 2019 في لاكوب دافريك تاليا كان ديجا حاضر مع المنتخب الوطني. زيد بن ناصر، نجول لك تاع بن ناصر، بن ناصر لو شوا تاعو اي واحد يتوقع او يتمنى يكون جمال بن ناصر يكون في القائمه، لماذا؟ ما جاتش غير قال عنده طون جو بزاف ولا بن ناصر بارمي لي بيلي تاع المنتخب الوطني، ركيزة من ركائز المنتخب الوطني، ديجا كي يكون عندك بن ناصر في مع المنتخب الوطني ديجا ستادير كونفيونس توتال، ميم حتى لي جوار دوك جوار يلعب باغ اكزومبل محرز ولا بالليلي ولا سليماني يلعب دوفون، ديجا راه في راسو ديجا راه اليز، باسكو شكون كاين موراه؟ كاين موراه بن ناصر، دونك ديجا تكون كونفيون تلعب اليز،
ميم انت بالك ما تقدرش ترجع ولا ديجا بالناصر توجور بريزون، خاصه كي كان وكان مساعد بزاف بالليلي في البوست تاع بلي نعرفوا بالليلي الرجوع تاعو ثقيل وما يرجعش بزاف، مي كان بالناصر كان مغطي كثير على 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 بالليلي. دونك هذه هي الامور اللي لازم نتكلموا عليها، وهذو معروفين معروفين لازم ينقدوا باش يبانوا، ما يسيبوش يتكلم، يتكلم العكس دائما يعاكس دائما يعاكس شغل عاكس تعرف هذه هي صادير كي تعاكس ممكن يتسيب يدخيب اذا صاب يقولهم انا قلت وتكلمت عليها وهذا الناخب صايي وهذا الناخب راه مفلس تكتيكيا وما يعرفش لي شوا ما يعرفش يدير لي شوا، واذا ما نجحش يسكت نورمال. وقال لك الناسونال تاعنا نشكرهم ونجحوا جابوا لنا كاس افريقيا ولا تكاليفا ولا ما عارف. دونك هذه القضيه معروفه، وانا كي نشوف هذا الزاوي نتفكر الفوتبول تاع الجزائر والمنتخب الوطني في لي زاني 90 ونتفكروا كيفاش كنا وكيفاش كان المنتخب الوطني، كان زيري بلال وربعه اصحابه تاع اليزمه زوج ولا ثلاثه من اللمسيه وربعه من السير بي وروح نتلاقى وكاليفينا كاليفينا ما كاليفيناش نبقاو فيها غير هنا. هذا الزاوي راه عاوز يرجع لنا للجهويه صافي، اي بكري هما دوك رجعوا لنا جماعه ما تجيبونا من الغرب ولا تجيب العقليه هذه تاع تاع البطوله الجزائريه. احنا يعني كون نصيبوا هذه البطوله ما عندها حتى علاقه بالمنتخب الوطني باسكو نعرفوها كي دايره، ما هي بطوله ما هاش ديك النهار ماتش تاع السير بي انا ما نتبعهاش، انا من بكري والناس اللي راه معنا ابوني يعرفوني من بكري جامي تكلمت على البطوله. ماتش ديك خطره ان افريكان يلعب مع السير بي ما كاش كاع اورجو، بالون راحت قدامه وجرى ليها السيد صفر اورجو. هذه البطوله ونتبعها والناس تيبورتي والناس تخسر في الدراهم والناس تريسكي والناس البطولة هذه كما قال لك يجيبوا يلعبوا قدامي ما تفرش عليهم باسكو ماهيش بطولة ونعرفوا لعبنا فوتبول ونعرفوا. دونك انا كي نشوف بطولة جو ديريكت انا جامي تفرش الشامبيون تاع الجزائر وشت بالون كيفاش تطلع من بالك بارادو شوية كاين شوية ناس تلعب فوتبول باسكو ليكيب هذيك ما عندهاش بريسيون وتلعب فوتبول الشباب ما كاش بريسيون، مي لي زيكيب الاخرين ولا لي كلوب الاخرين يا خويا قدام قدام القدام قدام رومبالي رومبالي تاع بكري تاع التسعينات والثمانينات صادير جو ديريكت غير جو ديريكت جامي تسيب ان اتاك بلاسي. الناس اللي تعرف الفوتبول هاي فهمتني جامي تسيب ان اتاك بلاسي. قال لعبات لعبات ولا سيتياسيون دو جو اللي شتها قال ما شاء الله قال منا واحد يلعب مع هذا لاريير يخرج من هي جامي شتها في البطوله جامي جو ديريكت كو لو جو ديريكت جو ديريكت. هذا قيس جات عنده قيس هذا واش كاين ميم حتى الفوتبول تاعنا تاع بكري كيما كان لي زاني 80 كانوا تاع بلومي وخد بلومي تاع اون دو وجو اتير هذاك ما كاش كاش دروك. دونك تعلموا هذو لي جون تاع دروك يربي في الصحه السهرات التحواس وغي تيري تيري برك تيري برك المهم كونديسيون فيزيك والتكنيك وهنا ما كان ربي يجيب. دونك ما كان لا لا كسمها لا لانتيليجونس دو جو جامي تسيب واحد يدير لك حاجه انكرويابل ولا تسيب حاجه مثلا نقولوا يلعب واحد اونتر ليلين ولا جامي تفرج بالك خطره ولا زوج تفرجوا الشامبيون هذيك جامي شفت حاجه زعما خلعتني. بورتون راهم يدربوا عندهم دي زونترينر راهم يجيبوا دي زونترينر من الاوروب وما كان والو توجور لو ميم سلام توجور نفس الشيء. دونك هذا هو هذا هو الرد على هذا الـ هذا سوا ديزون اونترينور و انونسيان انترناسيونال. واش نقولوا هذه هي الكلام اللي نوجهوه لهذا وبالتوفيق لجمال بلماضي، وحنا ان شاء الله ندعموا المنتخب الوطني ماشي غير جمال بلماضي، حنا ندعموا المنتخب الوطني سواء بحضور جمال بلماضي او ناخب اخر. حنا في المرحله هذه شنطلبوا نطلبوا التوفيق والاختيارات ان شاء الله لما تخرج ان شاء الله القائمه الرسميه تاع 27 راح ان شاء الله نديروا عليها فيديو نتكلموا على كل لاعب نتكلموا على كامل الخطوط من حراسه المرمى حتى للهجوم ونعطوا راينا كاي واحد مش نقولوا جمال بالماضي ما يعرفش ولا غلط، حنا نعطوا راينا. ونهار اللي تجي الكوب دافريك والمنتخب الوطني لا قدر الله تكون كاش نكسه ولا ثاني من وجهه نظرنا نقولوا شتي هما الاسباب مش نقولوا جمال بالماضي باسكو نرجعوا ونروحوا. هذه راهي كيف نقولوا هذه راهي ايكيب وهذا راه ان جروب كامل الناس معنيه صحيح غدو ما تكونش ريزولتا جمال بالماضي اللاعبين ميم حتى حتى المسؤولين على الـ على الـ على الفيدراليه وعلى المنتخب الوطني كاع كامل معنيين. كون جات الامور تمشي كما نورمال مو تكون
غدو يكون إخفاق الناس كامل تروح، هي باينه غدو تكون نجاح ايضا الناس تروح. حنا شنيها في الاوروب لي زوروبيا يدي تيتر ولا ما يدير حتى ريزولتا، يروح يروح يخلي البلاصه هذه هي نورمالمون، هذه هي صدير الامور تبقى تمشي. هذه وجهة النظر تاعنا، نشكركم على المتابعة، إن شاء الله ما طولناش عليكم، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، سلام.